الليديتو. كي تبع عام الجامعة العامة للفوسفات حسن العيساوي قال اليوم شركة فوسفات قفصة عجزت ولأول مرة في تاريخها عن دفع المساهمات الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي. تقرير لوكالة الأنباء رويترز حكي زيادة على 12,000 عامل أشباح ياخذوا رواتب كل شهر على أساس أنهم أعوان شركة البيئة والبسنة اللي تابع الشركة وهما ما يخدموش. تحركات احتجاجية واعتصامات ولكن يقعد أهمها الفوسفات اللي من 2011 مراكز إنتاجه في ولاية قفصة في أكثر من مناسبة تقف. الفوسفات أحد أهم القطاعات اللي يرتكز عليها الاقتصاد التونسي. السبب اللي يخلي المجمع الكيميائي بجيبس يقف زادة نظرا لارتباطه بفوسفات قفصة وخسرنا بذلك أسواق عالمية. إطارات عليا وكفاءات الشركة غادروا نحو السنغال وفرنسا وبلجيكا وملفات أخرى حاضرة المغادرة. نحكيه على معدل إنتاج سنوي في السنوات الأخيرة في حدود 5 مليون طن مقابل أكثر من 8 مليون طن في عام 2010، حتى أنه عام ناول وصل 3 مليون طن بسبب الاحتجاجات حسب بيانات شركة فوسفات قفصة وسنين برمجين 6.5 مليون طن. أما حسب البداية بلوغ الهدف هذا صعب شوية لأن المناخ الاجتماعي غير ملائم. المعهد الوطني للإحصاء سجل تراجع في القيمة المضافة لقطاع الصناعات الكيميائية بقرابة 9% في 2018 واللي تأثرت بانخفاض الإنتاج المسجل في مشتقات الفوسفات بحوالي 24% في 2018. فالفما أجندات سياسية خاصة وأنه تحركات ارتبطت بمحطات سياسية معينة وصل حتى صرح بها وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى المتوسطة سليم الفرييني في فيفري اللي فات وقال أطراف سياسية تقف وراء تعطيل إنتاج فوسفات قفصة وفما أطراف ما يساعدهاش عودة الإنتاج في الفوسفات بعد ما كانت تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج الفوسفات. اليوم ماناش مصنفين أصلا وخسرنا عائدات مالية بالعملة الصعبة في وقت نحتاج فيه كل ثروة من ثرواتنا نجم نوصل بها 3% نسبة النمو كما كانت متوقع الحكومة في قانون المالية 2019. شنو هو الحل؟